سلام ومرحبا بكم معي فيديو جديد. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد لا كوموند ديال متابعه القناه ديالي من المانيا. كما كتشوفوا بالنسبه عندها تكشيطه ديال جهاره بالخدمه ديال المعلم، وبالنسبه للخياطه بجوج ديال اللوينات اللي كاينين في الثوب. كما كتشوفوا الشكل ديالهم جا بحال هكذا، ونبتنا الخدمه ديال المعلم حتى هي نبتناها. بالنسبه لهاد اللبسه درنا لها هاد المجدول هذا كما كتشوفوه مخدوم على اليد بالسقل اللي يعني في نفس اللون ديال اللي خيطنا به اللبسه. بالنسبه عندها جوج ديال اللبسات، عندها هكا تكشيطه دو بياس وعندها قفطان بالتنبات. وهذا هو القفطان الثاني اللي طلبات الناس سبق لي خدمته في القناه وشافته وبغات بحالو في نفس اللون. كما كتشوفوا بالنسبه للخدمه كلها بالعقيق ديال الام جي بي، والتوب ديال الكريب منبت كما كتشوفوا هكا في الصدر وفي الكميمات في الجناب ديال الكم حتى هو، وكله داير بالعقيق مهرس. بالنسبه للبنات هاد لي موديل اللي كنحط انا في القناه ديالي كيكون ديال المتابعات، يعني كيكونوا كوموند كنخدموا لهم وكنصيفطوا لهم، حيت بعض الناس كيبغيو ياخذوا هذاك الموديل نفسه كيقول لك واش كاين واجد صيفطيه لنا. كنقول لهم لا، يعني هاد لي كوموند يعني قبل كتشوفوا الموديل كتعطوني قياس ديالكم اللون اللي بغيتي، وعاديك الساعات كنوجدو لكم وكنصيفطو لكم بحال اي كليان زعما كنخدم لهم في القناه. هادي هي الطريقه اللي كنتعامل بها. وبالنسبه للبياس اللي كيكونوا كيتباعوا يعني كيكون نزل عليهم الثمن ديالهم، كنكون دايره في الفيديو انهم